يقول كيف أميز بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر؟ أن تجد في الخلاف المعتبر كل له مشرب، كل له دليل، كل له نزع في من الأدلة للحكم. أما أن تجد رجلا بهوى بوجد بتعصب لا دليل له يقف أمام رجل عنده دليل أوضح من شمس النهار، هذا خلاف غير معتبر. الدليل المعتبر أن لكل دليل ولكل إيش وجهة. كحتى مثلا أن تقول النكاح بغير ولي، كثير من العلماء منهم ابن رشد يرى أن الحق مع الأحناف، هو يرى أن هذه لها دليل، لها دليل أن قال السيب أحق بنفسها من وليها، قال هو أحق بنفسها بيتزوج نفسها هو الآن، مفهوم؟ له نزع من الأدلة وله قياس، فده خلاف يعني على الأقل معتبر عند الجماهير، وإن كنت أنا أراه خلافا شاذا لأن النص الصريح قد قطع وحسم المادة، لكن هو في النزع خلاف معتبر. وكالأغاني فيها خلاف ورد فيها خلاف، وإن كنت أرى أن الخلاف ضعيف جدا، أرى أن الخلاف ضعيف جدا، لكن ورد أدلة، ورد أدلة حتى لا نظلم يعني بعض الأدلة قد جاءت، بعض الأدلة قد جاءت. يقول في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر في الحكم على حاطب بالنفاق، فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إمضاء الحكم عليه واستباحة دمه؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عمر أن يسقطه على العين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم الفعل الذي فعله حاطب فعل نفاق، الفعل الذي فعله حاطب فعل نفاق، لكن هو ليس بمنافق. جاء المانع الذي إيش يدفع توفر الشرط، إيش المانع؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعل مشيد قد غفرت لكم.